في الحقيقة كانت مفاجأة كبيرة بخصوص قطع ديال الضو ديال دوار بليدانس، اللي مع كل أسف يعني كاينين الناس اللي عندهم دي كونتر وحيدوا ليهم وهما مخلصين، وكاينين الناس اللي هما كيستافدوا من التيار الكهربائي العمومي، يعني حيدوا ليهم بجوج. واخا هذوك الناس كاين واحد الطبقة كما قلنا كتأدي الواجب ديالها وكتدي المسائل ديالها، وراه هو واضح من خلال الاداء، يعني هما الناس مخلصين، خلصوهم ما كيتسالهم حتى شي حاجه، وجاو قطعوا عليهم بدعوى ولا داكشي اللي كنسمعوا لحد الان. حنا ما متيقنيش، حنا لحد الان حنا كنطلبوا من المسؤولين، كنطلبوا من السيد الوالي الله يجازيه بخير باش يتصنت لنا ويتصنت لهاد الناس اللي هما حقا ناس راه مقهورين لواحد الدرجه ما كتصورش، بحيث كما قلنا نعاود نشوف الاطار. هاد الناس خلصوا يعني وداو لهم الماكن هادو، والناس الاخرين اللي هما كيستافدوا من التيار الكهربائي العمومي هادي مده باش هما كانوا كيستافدوا واحد مده كبيره تقريبا. فهذاك الوقت كان واحد البرنامج ديال اعاده ترحيل هذاك الجانب، ولكن مع كل اسف ما تمش الترحيل ديالهم، وتضرات البلديه باش تزودهم بالتيار الكهربائي العمومي. يعني كانوا هاد الناس مستافدين منين انت اليوم هادي نهار اثنين تفاجئنا بتقطع علينا التيار، سواء كما قلنا على اصحاب العدادات الفرديه او سواء الناس اللي كانوا كيستافدوا من التيار الكهربائي العمومي. حنا طلبنا السيد الوالي، وحنا كنعرفوا السيد الوالي الله يجازيه بخير واحد الشخص اللي كيتصنت للمواطنين، يعني يشوف من الحال هاد الناس هادو حنا راه مكرفسين واحد الدرجه ما كتصور، الله يكون في العون. ها العيد ها شحال المساله كاينه، ودروكا تقريبا هادي ثلاث ايام كيفاش يمكن ليهم ينعسوا. حنا الباه ما جاناش النعاس، يعني دروكا كاين واحد بعد الناس اللي هما الدواء ديالهم، دروكا كاين اشخاص اللي هما الدواء ديالهم خسر ليهم، كاين اللي خسر شحال من عشرة خسر ليهم. لذا كنطلبوا حنا من السيد الوالي مره اخرى، كنطلبوا من السيد الوالي باش يتدخل الله يجازيه بخير في هذه الامور هذه وتحسم في اقرب وقت. والنداء ديالنا ثاني للسيده العمده لابد تتصنت للمواطنين حتى هي وتشوف هذه المساله هذه باش تحل المشاكل ديال الدواوير عامه. وحنا الحمد لله عرفنا بانه كاين برنامج في هذا الاطار هذا، ولكن احنا الطلب ديالنا دروكا دروك هو يتعاد يرجع علينا الضوء، قبضوا الضوء ديالهم الناس. هذه ثلاث ايام الناس ما مضويينش، حتى الشمع ما كاين، هذا هو الاشكال. حتى الشمع كيهضروا على الناس باش ياخذوا وسط مدار حضاري، هذا هو الاشكال. ولكن حنا دروكا ربما حنا كنوجهوا النداء ديالنا عبر قناه تي في مشكوره، اللي قلنا الحمد لله كنلقاوها متواجده في جميع هذاك. كنطلبوا من السيد الوالي يتدخل الله يجازيه بخير شخصيا لحل هذا الاشكال وهذه المشكله، وليس غريب على هذا الشخص هذا، لان احنا تعودنا بانه راه انسان في المستوى. وشكرا لكم. الساكنه تاع الدوار بيضانس، دوار بيضانس في واحد النص عنده الماكن، واحد النص ما عندوش الماكن، هذاك النص 4 شهور هذه وحنا تنعانيو معاهم في هذا المشكل. ما بيعطيوش شواهد، اضطربت، ما بيعطيونا ماكل، ما بيرحلونا، ما بيديروا لنا التحل، دار الضو كذا زياراتهم كتقول لهم عطيو لنا الشواهد الربط هي مؤقتا، ما باش يعطيو لنا تيديروا لنا الحل. دابا الناس عندهم بلاد سولين، الناس مراض، الناس عندهم سكر، قطعوا الضو، الثلاجة واقفين، كل شيء واقف، وجابوا حتى لهاد المناسبة ديال العيد، ما خصهمش يديروا معنا هكا، ولكن يديروا معنا دابا حل اللي حلوه معنا بأي وجه، إلا كانوا نروحوا يرحلونا، كان المكان يجيبوا يركبوها علينا، كان اي حاجه يجيو يديروها معنا، ما يخليوناش حنا هكاك. حنا راه جينا في وسط مجال حضاري، جينا في واحد المنطقه اللي هي راه ماشي مدرقه على الشمس، راه باينه العالم تيشوفها كلشي، مابقاش حنا يتفلاو علينا هكاك يديروا لنا. دازت المنصوريه في العام الاول ولقاتنا، وعاودت جات ثاني العام هي عاودت ثاني رجعت ولقاتنا، وحنا كنعيشوا هذا المشكل. شحنا منا لا كارت طبيعتهم لينا نصايبهم باقي، لا حتى شي حاجه، بغينا نبقاو حنا هكاك. المهم ماشي ولادنا ضاعوا، كلشي ضاع، ما شاء الله. هادشي راه خصو يديروا لنا حل، علاش حنا تيطلعوا هادوك المسؤولين؟ راه باش يديروا لنا حنا حل، هما يديروا لنا حل، يدخلوا يعطيونا. حنا ما هاربين لهم حتى شي حاجه، ما هاربين لهم المترو هو تنخلصوهم، ما هاربين لهم نروحوا يرحلونا،
ما عارفين لهم ما قنعتوهم لينا، ما عاطين ما عارفين لهم حتى شي حاجه. حنا اي قانون قابلينه، حنا ولاد القانون وبنا القانون، وتمشي معنا البلاد بالقانون قابلينها. ماشي حنا جينا وحطينا تمايا ولا عايشين متطفلين، جينا حنا اليوم على ديك المنطقه. الله يجازيك بخير، حنا مخلصين الضو وبالعداد ديالنا، شهر 6 هو مخلص، علاش يقطع لنا الضو؟ اشنا هو نبني حنايا؟ جانا شي بلاغ، جانا شي حاجه، تيتسالونا شي حاجه نعطيوها لهم، ولكن باش يجيو يقطعوا لنا الضو هكا ويخلونا تتحرقوا، راه غير معقول كاع، راه لا انساني هذا الشيء اللي داروا. هم اللي مشاو الناس عند المديره ديال لوينو، قالت لهم راه قطعناها على هذوك باش ما تضوروش انتوما، ماشي هضره هذه. حنا تنخلصوا واجباتنا، علاش ما يقطعوا لنا؟ الا لقاونا سارقين الضو ينزلوا عندنا باش ما بغاو يديونا كاع للحبس. حنا تنخلصوا ديالنا وديالنا تيخسر، باش نمشيو حنا ضحيه ديال وحدين اخرين؟ هادشي راه لا يعقل، راه لا يعقل هادشي. حنا ما عارفينش اليوم من الحق، حنا ما عارفين اليوم من الحق، كون عطاونا شي حاجه كون درناها. هما المسؤولين ماشي حنا، نهار اللي عطاهم هما الضو، نهار اللي عطاهم هما الضو يعطيوه لينا حتى حنا ما عرفناش ليهم. قالنا حنايا انتم باش يعطيوه ليكم عندكم الطرحيل، ما جابوا لنا لا طرحيل لا حتى شي حاجه. حنا كنتسناو نهار اللي مشينا قلنا اللي عطيونا شهاده ترد في المقاطعه، قال لك حنا ما بغيناش نعطيوهم ليكم عندكم الطرحيل. ملي كنهضروا مع المرشح تيقول لك حنا تندرسي ليكم الدوسي ديالكم، كندرسي ليكم هادي، تندرسي ليكم هادي، شي حاجه ما كاينه. راه 17 سنه وهاد الدوسي تيتدرس، شي حاجه ما كايناش. وقت ما هضرنا معاهم تيقول لك راه حنا تنهضروا على الموضوع ديالكم غير سكتوا، حنا تنهضروا لكم على الموضوع ديالكم غير سكتوا، شي حاجه ما كايناش. حنا ما هربناش اليوم، حنا القانون، حنا ولاد القانون. نهار عطاهم الضو كون عطاو لينا كون قلنا بسم الله، هما تيقولنا انتوما ما نعطيكمش الضو، انتوما عندكم الطرحيل، انتوما عندكم الطرحيل ما بغينا نعطيكمش الضو. حنايا ما هربناش اليوم شي حاجه، جهه راه مزيزينا، عطيناهم الضو، عطيناهم الواد، عطيناهم كلشي، وجهه لا، وحنا في دوار واحد، هادي راه ما عمرني ما شفتها. حنا مديرين في دوار واحد وقنيه معزول وقنيه لا، حنا ما عمرنا ما شفنا هادشي، وما عمرو ما كان. عيونا بالكذوب اليوم وغدا، اليوم وغدا، اليوم وغدا، من 2007، من 2007 شحال من عام هذا؟ من 2007 المهم ترحيل، من 2007 سيدي، من 2007 الترحيل، لا ما لا ضو لا حتى شي حاجه، لا واد، بحال قاعدين في الجحيم، الجحيم. واش باقي شي حد سيدي تيقعد دابا بلا ضو؟ الجبال وفيهم الضو، ولادنا ما عندهم باش يقراو. جابونا تا العيد حشومه عليهم، والله العظيم الله يجعل حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. هادشي اللي نقولوا، هادشي اللي نقولوا، يديروا معنا حل. بغينا عطاونا الماء بغينا، عطاونا الضو بغينا، الحل اللي داروا معنا يرحلونا، حنا مستعدين لاي حاجه. طروا دابا يديونا ليها، يديونا ليها الحل اللي بغاونا، حنا مستعدين ليه. الله يرحم ليهم الوالدين، الله عايشه الملك، الله يرحم ليهم الوالدين، الله عايشه الملك، عايشه الملك، الله يرحم لكم الوالدين. المسؤولين، 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 وخرجوا وطلعوا علينا واجيو عندنا، ونهار بغيتونا لقيتونا. المسؤولين شوفوا علينا وطلعوا علينا، راه ماشي جاو تقطعوا علينا الضو. وتيقولوا لكم في مشاو البارح الرجال قال لهم والله لا ضويطوا، والله قالت لهم لا ضويطوا، يعطيونا الماء مستعدين ليه، يعطيونا الضو مستعدين ليه، اللي عطاونا حنا مستعدين ليه، يجيبوا تا القروه يكرطونا حنا مستعدين ليها، ما يخليوناش حنا في هذيك الحاله، ما يخليوناش حنا في هذيك الحاله. سقطوا لنا هاد الضو هذا، بغيت نعرف انا علاش حيدوا لنا هاد الضو هذا. حنا كنخلصوه كل شهر، الصباح اللي خلصناه والبرعين اللي خلصناه، ولكن انت شوف باش قطعوا لنا هاد الضو، علاش؟ كلا جاتنا مشاو خساره، اللحم ديالنا مشى خساره، الدواء انا كنشرب الدواء، انا مريض اصلا، مريض بالقلب، والدواء ديالي كنحطو في الثلاجه راه مجال ليا دابا. دابا انا اصلا دابا سخفان دابا في هاد الصابونات هادي، وعلاش يديروا لنا هاد الشيء؟ علاش اخويا علاش؟ علاش؟ ها حنا مخلصين الضو ديالنا، ها هو انا هاك الساعه ما يدخلوش الضو النهار الاول، ما يدخلوش كاع، ما يدخلوش الضو النهار الاول اخويا. علاش يدخلوا لي الضو؟ علاش يقطعوا لي الضو؟ علاش؟ علاش؟ انا كان شي واحد ما مدخلش الضو بينهم معاه، يجوا يدخلوا ليه حتى هو. علاش يديروا لي هاد الحاله؟